مرحبا واهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقات قضايا كندية. نتكلم في هذه الحلقات عن أمور تهم المواطن الكندي، أمور فيها التثقيف والتوعية، وأمور فعلا هي مهمة ليس لنا فقط بل لأطفالنا ومستقبلهم وتقدم هذا البلد الذي نعيش فيه. نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو السياسة الكندية. بدأنا في هذا الموضوع بتفصيل عن موضوع السياسة الكندية، هموم المواطن العربي في المجتمع الكندي، ثم تكلمنا عن بعض الأحزاب السياسية في كندا، ونحن مستمرون في هذا النهج إن شاء الله. اليوم سنتكلم عن حزب الديمقراطيين الجدد في الحلقة الثانية. الحلقة الأولى اللي ما تابعها ممكن مشاهدتها على اليوتيوب وعلى قناة كنار تي في لايف على الفيسبوك وعلى اليوتيوب نفس الاسم، وإن شاء الله سنستمر بهذا المنهج حتى نستطيع أن نصل للمواطن مدى أهمية الانخراط في العمل السياسي الكندي ومدى تأثير هذا الانخراط على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا. أنا والأستاذ محمد دائما نفتخر بوجود إخوة، وليس نبدأ أحكي ضيوف لأنهم بطلوا ضيوف، صاروا من أهل البيت زي ما بيحكوا. أستاذ محمد تفضل إذا بتحب ترحب. يعني أنا طبعا دائما بيسعدني أني أرحب بالدكتور نور القادري والأستاذ حسن غية، دائما بيشرفونا، دائما موجودين معنا، والحقيقة بطلنا نستطيع إنه نستغني عن الكلام تبعهم لو نحكي عن السياسي. أنا صرت لما بكون مع أصدقائي لي وبنحكي في مواضيع سياسية بخطر على بالي أستاذ حسن ودكتور نور، يعني بحس إنه صارت السياسة مرتبطة بدكتور نور وأستاذ حسن وين ما نروح. فبدنا نكرر شكرنا إنهم بيحطونا في هذا الجو، بيساعدونا إن نفهم اللي بيحدث في الواقع. بشكرهم مليون مرة على حياديتهم، وأنا بعرف أنه فيش واحد في الدنيا مالوش مواقف، مالوش آراء، مالوش رؤية، ولكن بيسعوا قدر الإمكان أنه يجنبوا رؤيتهم، يجنبوا مواقفهم حتى يتكلموا بحيادية ومنهجية وشكل أكاديمي عن كل الأمور، مش بس عن الأحزاب. حتى لما بدأنا أول حلقاتنا في موضوع السياسة والأوضاع في كندا وطريقة الهيكلية السياسية الموجودة في كندا، كانت حلقات منهجية، حلقات أكاديمية، حلقات تتحدث عن الأمور من أجل المعرفة، تتحدث عن الحقائق كحقائق، تتحدث عن التاريخ كتاريخ لا يمكن أحد أنه يعني يحرف فيه أو يغير فيه. ولذلك أنا أكرر دائما شكري لهذه المنهجية اللي نتحدث عنها. إحنا الآن في نقاشنا الحلقة الثانية عن الـNDP، حزب الديمقراطيين الجدد، وتعرفنا على تأسيسه وتاريخه ورجالاته ومواقفه السياسية. فدعونا الآن نتحدث عن أفكاره بشيء من الإسهاب: التعليم، الخارجية، العلاقات مع الدول الكبرى مثل أمريكا، البيئة، كل هذا هذه المجالات دعونا نطلع عليها بشكل أكبر وننظر إليها بشكل أعمق. نبدأ مع الدكتور نور يأخذنا في رحلة عبر هذه المجالات في حزب الديمقراطيين الجدد. أسعد الله مساءكم جميعا دكتور جمال، أخي محمد وزميلي حسن، وطبعا جميع المستمعين والمشاهدين. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الحزب الديمقراطي الجديد، وعبر محطات كثيرة من تاريخ هذا الحزب منذ التأسيس. حزب الديمقراطي الجديد يعتبر، وهذا الكثير من المحللين والأكاديميين والسياسيين
المنهجيين الموضوعيين كتبوا عنه أن الحزب الديمقراطي الجديد هو ضمير البرلمان، وهذا كلام مهم جدا عندما يحكى عن أي من الأحزاب بهذا الشكل. كنا تكلمنا عن تومي دوغلاس وأنه هو أبو القوانين الصحية التي يفتخر بها الكنديون ويفاخر بها إذا ما قرنت بما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا. واليوم كنا وجدنا مثلا أن الحزب الديمقراطي الجديد هو من أكثر المطالبين بالعدالة الاجتماعية، فهو اليوم مثلا الرائد في موضوع التحديات التي نواجهها اليوم مثل العنصرية وما شابه ذلك. ويعتد جاجميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي الجديد اليوم من أكثر المتكلمين في هذا المجال. أحب أن أضيف أيضا أن الحزب الديمقراطي الجديد كان له مواقف مميزة فيما يختص بالعلاقات الخارجية، فهو من أكثر الأحزاب التي نراها مثلا يدافع عن عدالة القضية الفلسطينية، إن من ناحية دعم في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة مثلا، أو من ناحية العمل على اتخاذ مواقف باتجاه هذه القضية. فهو مثلا أول الأحزاب الذي رفض ويطالب الحكومة الكندية مثلا أن تأخذ موقفا قويا بالنسبة لقرار ترامب وقرار نتنياهو الأخير بضم أجزاء من الضفة الغربية. كان أول الأحزاب الذي أخذ موقفا مثلا منذ الأحداث الأخيرة من غزة، وفرض على رئيس الوزراء أن يأخذ موقفا حتى لو جاء متأخرا، ولكنه كان في نفس المضمار. كان من أول الأحزاب التي رفضت العنجهية عند إعلان ترامب القدس مثلا عاصمة للدولة المحتلة في فلسطين. كل هذه الأمور تحسب له على هذا الأساس. وهذا ليس بالنسبة لقضايا العربية مثلا، لكنه أخذ مواقف أيضا مميزة بالنسبة للخارجية فيما يختص بفنزويلا أو الحرب على أفغانستان، حتى أن المحافظين مثلا كانوا قد سموا زعيم المعارضة الأسبق جاك ليتون، وهو كان زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، سموه بطالبان جاك عندما طالب بوقف الحرب في أفغانستان والمباشرة بالحديث مع حركة طالبان. هذا الشيء كان قد رفضه الكثير، ومن ثم رأينا أن معظم الدول فيما بعد بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية طالبت بالحديث مع طالبان والمحادثات مع طالبان ضد القاعدة لإحلال بعض السلام في أفغانستان. فكانت مواقفه تقدمية بالنسبة للعلاقات الخارجية. هو حزب دائما يكون ضد الحرب، وهنالك الكثير من الأشياء التي يمكن أن نتكلم عنها. سأترك المجال لزميلي حسن لأن يضيف بعض الشيء، ولكن هنالك الكثير عبر مسار هذا الحزب التي يمكننا أن نتكلم عنه في هذا المجال. أستاذ حسن، ماذا عن التعليم والصحة والأمور الداخلية؟ قبل أن أدخل في هذا الموضوع، فقط ملاحظة صغيرة على السياسة الخارجية للحزب. كما تفضل الدكتور نور، الدكتور نور قال أن الولايات المتحدة طالبت بالحديث مع فيما لاحقا طالبت بالحديث مع طالبان، ولكن لم تكتفي فقط بالدعوة للحديث مع طالبان، وإنما كان هنالك مفاوضات تمت ما بين طالبان والولايات المتحدة، وتوصلوا فيما بعد إلى اتفاق ووقعوا على اتفاق.
إذا فيما بعد طالبان والولايات المتحدة فتحوا باب المفاوضات لإحلال السلام في أفغانستان. كما قال الدكتور نور، أكيد حزب الديمقراطي الجديد حزب يدعو دائما إلى السلام. وكذلك إذا تذكرنا أيام شبابنا كانوا يتكلمون عن دول الحياد الإيجابي أو دول عدم الانحياز. بإمكاننا أن نقول أن سياسة الحزب الديمقراطي الجديد، وإن لم يكن يطالب حتى الآن بالخروج من حلف شمال الأطلسي أو كما يقال الناتو، ولكنه دائما يعارض أي مغامرات عسكرية تدخلها الولايات المتحدة، ويحاول السياسيون الكنديون بعض الأحيان يدخلون في بها في أيام المحافظين أو يعارضونها كما عارضها كريتيان في حرب العراق الثانية. ولكن الحزب الديمقراطي الجديد كان دائما وفيا لمبادئه بمعارضة الحرب وبمعارضة استعمال العنف لحل الصراعات الدولية. هذا من الناحية السياسة الخارجية. أما بالنسبة لي التربية والصحة كما تفضلت وقلت دكتور جمال، بما أنه حزب يدعو إلى الديمقراطية كما يقول السوشيال ديمقراط الديمقراطية التقدمية، فهو إذن يدعو إلى دعم الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، لأن كثيرا من مؤسسات البحث العلمي تأخذ تمويلها من القطاع الخاص. والحزب الديمقراطي الجديد يدعو لالتزام الحكومة بدعم أكثر حتى يكون هنالك نوع من الاستقلالية الحقيقية في الجامعات ومراكز البحث العلمي. طبعا نحن نعرف أن حسب الدستور الكندي قطاع التربية هو من صلاحية المحافظات أو المقاطعات، ولكن الحكومة الاتحادية بإمكانها أن تتدخل بطريقة غير مباشرة من خلال دعم مراكز البحث العلمي والجامعات، وهذا ما يدعو له دائما حزب الديمقراطي الجديد. هذا ما نقوله أيضا بقضية الصحة. الصحة هي من اختصاص المحافظات، لذلك كنا رأينا كيف أن الأداء خلال محاربة الجائحة التي نحن أمامها الآن الكورونا، كان الأداء مختلفا من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى، لأن الصحة هي بيد المحافظات وليس بيد الحكومة الفيدرالية. ولكن كان دائما حزب الديمقراطيين الجدد يدعو إلى تأمين صحي على صعيد كندا ككل، ويدعو إلى وجود أكثر فأكثر للحكومة الفيدرالية وللقطاع العام بشكل، لأن الحزب الديمقراطي الجديد كما نعرف أيضا هو موجود على الساحة الفيدرالية وموجود أيضا في المقاطعات، وحكم عدة مقاطعات في فترات مختلفة من تاريخه. إذن سياساته وإن قلنا أن التربية والصحة هي من اختصاص المقاطعات، ولكنه هو أيضا موجود في المقاطعات. يعني مثلا الحزب الليبرالي الاتحادي غير موجود في المقاطعة، لأن ليس هنالك علاقة عضوية ما بين مثلا الحزب الليبرالي الكندي والحزب الليبرالي في أونتاريو مثلا، أو الحزب الليبرالي الكندي والحزب الليبرالي في كيبيك. بينما الحزب الديمقراطي الجديد هنالك علاقة عضوية بين الديمقراطيين الجدد في المحافظات وبين الديمقراطيين الجدد في الحكومة الاتحادية أو في البرلمان الاتحادي. إذن ما يدعو له هذا الحزب على الصعيد الفيدرالي يدعو له على صعيد المحافظات أيضا، وعنده سياسة بإمكاننا أن نقول أنها تقدمية. وكما تفضل الدكتور نور كان يقول أن كما قال أن الحزب الديمقراطي الجديد كان يسمى دائما بأنه ضمير البرلمان، وهذا صحيح. ولكن الآن هنالك حزب آخر كما تحدثنا في الأسابيع الماضية عن حزب الخضر، كذلك الحزب الخضر شيئا فشيئا أصبح يأخذ شيئا من هذا الدور بأن يكون ضمير البرلمان أيضا، ولكنه بسبب ضعفه أو ضعف تمثيله في البرلمان، لأننا يعني نعرف الآن الديمقراطيين الخضر ليس عندهم إلا 3 نواب، إذن مواقفهم في البرلمان وإن كانت شبيهة إلى حد كبير مع الحزب الديمقراطي الجديد، ولكنهم ليس عندهم الوزن الكافي ليكون لهم التأثير
الكافي كما هو للديمقراطيين الجدد، وخاصة أننا الآن في حكومة أقلية والديمقراطيين الجدد عندهم ما يكفي من النواب ليستطيعوا التأثير على قرارات الحكومة الفيدرالية الليبرالية التي لا تريد أن تخسر الحكم إذا لم يكن عندها التأييد البرلماني، والذي يؤمن لها التأييد في البرلمان هو الأكثرية البرلمانية، هو الحزب الديمقراطي الجديد. طيب دكتور نور، سأتيك بالكلمة، لكن أود أن أسمع أكثر في مسألة. يعني حين نسمع عن حزب من الأحزاب ونجد فيه صورة وردية، يعني مواقفه في التعليم، مواقفه في الصحة، مواقفه في ضغط على الحكومات لمصلحة الناس، أصله أصلاً قادم من نقابات عمالية ودعم للعاملين والعمال، لما نشوف هذه الصورة الوردية لحزب ونجد أنه تمثيله في البرلمان ضعيف، هل هذا مشكلة في الحزب، أسبابها في الحزب، ولا هي مشكلة في المجتمع، ولا هي مسألة تاريخية ستيروتايبينج إنه هذا حزب رومانسي غير عملي وغير واقعي؟ هذا سؤال مهم جدا أستاذ محمد، لأنه قد حير الكثير من النقاد. علينا أن لا ننسى أن المال له تأثير كبير في السياسة، وأن اللوبيات التي تقوم بها الشركات وأصحاب المال قد تلعب دورا كبيرا، قد يؤثر سلبا في الأحزاب الشعبية أو المجتمعية. كل ما نظرنا مثلا أن حزبا مثل الحزب الديمقراطي الجديد يطالب بدعم لمواضيع مثل البيئة، نرى أن لوبيات كبيرة مثل الأويل أند إنرجي، يعني الغاز والطاقة، وهو عصب في الاقتصاد الكندي مثلا، يدعم أحزاب ثانية على هذا الحساب، لأن هذه السياسات البيئية مثلا قد تكلف هذا الحزب كثيرا. عندما نرى حزبا مثل حزب الديمقراطي الجديد يطالب بزيادة الضرائب على أغنى 1% من الشعب الكندي أو على الشركات الكبيرة، نرى هذه الشركات تحاربه وتدعم الأحزاب الأخرى. الجدير بالذكر أن الوعي الشعبي السياسي على هذه المستويات هو ضعيف جدا، ونرى أن الشباب والمثقفين اليوم وما نراهم على الإنترنت والعولمة، هذا يعطي دفعا جديدا لكثير من الأحزاب اليسارية، ليس في كندا فقط وإنما على مستوى العالم. في بعض الدول هذه الأحزاب كانت قد وصلت إلى الحكم، مثلا في إسبانيا مثلا، أو شاركت في الحكم في ألمانيا أو إيرلندا، لكن في كندا لم نصل إلى هذه النتيجة بعد. باعتقادي أن التأثير الأمريكي له جزء كبير على السياسة الكندية، فمثلا التزامنا بحلف شمال الأطلسي الناتو يفرض على الحكومة الكندية مثلا أن تصرف ما يوازي 2% من الناتج المحلي على الجيش والسلاح. يأتي اللوبي السلاح مثلا ليؤثر في هذه الأمور. حزب مثل حزب الديمقراطي الجديد يقول لك علينا أن نقلل دعم الجيش والسلاح، وأن ندعم نضع الأموال في إطار آخر مثل الصحة والبيئة والتعليم. جاك ليتون في العام 2004-2005 لسنتين متتاليتين فرض هذا الشيء على بول مارتن. بول مارتن كان هو في حكومة أقلية مثل جاستن ترودو اليوم، كان عنده 135 نائب، والديمقراطيين الجدد كان عندهم 19 نائب، يعني كانوا مجموعهم 154 وهو نصف البرلمان آنذاك. قبل كان ينقصهم نائب واحد فسبيكر.
في ذلك الوقت ما حصل أن جاك ليتون فرض على بول مارتن في السنة الأولى أن يضع 5.7 مليار دولار لمجالات الصحة والتعليم والبيئة. وعندما يفرض حزب مثل الـ NDP هذا الشيء، كما قال زميلي حسن، أن هذا في ترابط عضوي بين المقاطعات والاتحاد بالنسبة للحزب الديمقراطي الجديد، وهو الحزب الوحيد في هذا الشيء باستثناء مقاطعة كيبيك. الحزب الديمقراطي الجديد في مقاطعة كيبيك ليس على توازن عضوي مع الحزب الديمقراطي الجديد على المستوى الفيدرالي، لكن كل المقاطعات الأخرى، إذا كنت عضو في الحزب الديمقراطي الجديد على المستوى الفيدرالي فأنت أوتوماتيكيا عضو في المقاطعة حين تسكن، وإذا كنت عضوا في المقاطعة فأنت أوتوماتيكيا عضو في الحزب الديمقراطي الجديد على المستوى الاتحادي. فعندما يفرض الحزب الديمقراطي الجديد على مستوى الاتحادي في حكومة أقلية مثل اليوم مثلا جدميت سينغ أي شيء على الحكومة الفيدرالية، قد تنفذه وتستفيد منه الحكومات المقاطعة، وبالأخص إذا كانت تحكمها حكومات من الحزب الديمقراطي الجديد. الجدير بالذكر أيضا أن الحزب الديمقراطي الجديد حكم في 6 مقاطعات من 10 مقاطعات وأحد الأقاليم. فالآن مثلا حكومة بريتش كولومبيا هي من الحزب الديمقراطي الجديد. في الأربع سنوات التي مضت كان الحزب الديمقراطي الجديد هو الحاكم في ألبرتا. حكم الحزب الديمقراطي الجديد لأربع دورات متتالية في مانيتوبا، وكان جاري دوار أحد أهم زعماء الحزب الديمقراطي الجديد ومن القيادات. الذي حدا بستيفن هاربر رئيس الوزراء من حزب المحافظين أن يعين جاري دوار سفيرا للأمم المتحدة، سفير كندا في الأمم المتحدة، وهو كان رئيس وزراء مانيتوبا لأربع دورات عن الحزب الديمقراطي الجديد. تومي دوغلاس كما قلنا أنه حكم أكثر من مرة في ساسكاتشوان كانت أكثر المقاطعات التي حكمها الحزب الديمقراطي الجديد ما يقارب 40 عاما إذا جمعتهم كليا، وكانت حكومات أغلبية وكان لهم باع طويل في التأثير على الحكومة الفيدرالية. كما أشرنا سابقا ري رومانو الذي أصبح فيما بعد رئيسا لوزراء ساسكاتشوان كان أحد الصائغين الذين كتبوا Charter of Rights في كندا، والذي حاولوا التوقيع عليها عندما كان مدعيا عاما أو وزيرا للعدل في مقاطعة ساسكاتشوان. بوب ري كان الذي أصبح فيما بعد زعيما للحزب الليبرالي ونائبا عن الحزب الليبرالي، ولكن كان نائبا فيدراليا عن حزب الديمقراطي الجديد في العام 1979، وهو الذي قدم مشروع قانون للإطاحة بحكومة جو كلارك حكومة في العام 1979. وفيما بعد في العام 1990 كان زعيما للحزب الديمقراطي الجديد في مقاطعة أونتاريو، وقاد مقاطعة أونتاريو بحكومة أغلبية من العام 90 إلى العام 1995، وهذه أثرت سلبا على الحزب الديمقراطي الجديد لأن بوب ري كان زعيما فاشلا وقائدا فاشلا لحكومة أونتاريو بين العام 1990 و1995، وأثرت سلبا مستقبليا على الحزب الديمقراطي الجديد حتى بعدما ترك بوب ري الحزب الديمقراطي الجديد وعاد إلى الحزب الليبرالي. الجدير بالذكر أن بوب ري كان قد ترك الحزب الديمقراطي الجديد لأن الحزب الديمقراطي الجديد يدعم القضايا الفلسطينية كثيرا، وهو كان معارضا لهذا الشيء، وهو كان يميل إلى اليمين ويدعم الصهيونية العالمية في أكثر من مجال، وهو جزء من الجويش ناشونال فند في كندا، وكان قد عينه رئيس الوزراء جوستان ترودو منذ الأسبوع الماضي كسفير لكندا لدى الأمم
المتحدة ليخلف السفير بلانشار، وهنالك الكثير من الذين يميلون إلى اليسار والذين يدعمون عدالة القضية الفلسطينية يقولون أن السيد ترودو لم يتعلم من فشله في الفوز بمقعد في مجلس الأمن، لأن الكثير كان قد قال أن حكومة كندا وموقف حكومة كندا من القضية الفلسطينية كان قد أخسرها أعضاء وأصوات منظمة المؤتمر الإسلامي التي هي 57 صوتا في الأمم المتحدة، والإتيان بشخص مثل بوبري ليقوم بمكان السيد بلانشار كسفير لكندا لدى الأمم المتحدة هو الفشل بحد ذاته، لأن الحكومة الكندية لم تتعلم من فشلها السابق ولا تريد أن تغير نحو المستقبل. نعم أستاذ حسن، أنا في عندي سؤال. الآن لم نشهد أن الحكومة كانت بيد حزب الNDP أو الديمقراطيين الجديد فيدراليا، وللعلم يعني وإحنا كنا بنعرف أنه لما يكون الحزب المعارض موجود قوي الشعب دائما بحبه لأنه دائما يتكلم عن هموم الشعب، ولكن لم تحن الفرصة إلى الآن أو لم يعطي الناخبين هذا الحزب القدرة على قيادة الحكومة. وفي نفس الوقت رأينا بعض الضعف في أداء الحزب في المقاطعات، في قيادة المقاطعات مثلا في نيو برونزويك وكالجاري في بعض الأداء الجيد ولكن كان في بعض الضعف. فأين ترى الحزب الديمقراطي أو حزب الديمقراطيين الجديد فيدراليا لو قارناه بالنسبة ما قام به الحزب provincially في عدة مقاطعات؟ هل فعلا سيكون هناك أداء ممتاز لهذا الحزب فيدراليا إذا انتخب وأصبح في رئاسة الحكومة؟ ليس عندي عصا سحرية لأستطيع أن أقرأ المستقبل، يعني نحن نحاول أن نستشرف المستقبل بناء على ما نعرف من الماضي. نعم. ولكن ليس بإمكان أحد منا أن يتنبأ بما الذي سيحصل. نعرف أن الحزب الديمقراطي الجديد وصل قاب قوسين أو أدنى من السلطة عام 2015 عندما كان يرأسه طم الكير، وكان هاربر رئيسا للوزراء، وكان الليبراليون المجموعة رقم 3 في البرلمان. صحيح. وفي حتى آخر أسبوع أو آخر شهر أو آخر أسبوع من الحملة الانتخابية كانت كل استطلاعات الرأي تشير أن الحكومة القادمة ستكون مرؤوسة من قبل طعم الكير، ولكن في آخر لحظة أصبحت كما نذكر قضية النقاب التي قلبت الأمور رأسا على عقب بموضوع الديمقراطي الجديد، لأنه اتخذ موقفا لا أقول أنه مؤيدا للنقاب بقدر ما بإمكان أن أقول أنه مؤيد للحريات الشخصية، وكان هذا تمشيا مع مبدأ الحزب الديمقراطي الجديد بالحفاظ على ميثاق الحقوق الكندي وميثاق الحقوق والحريات الكندي، بينما الليبراليين شهادة لوجه التاريخ لم يكن موقفهم مختلفا كثيرا عن موقف الديمقراطيين الجدد، ولكنهم لم يكونوا تحت المجهر كما كان الديمقراطيين الجدد، لأن الديمقراطيين الجدد كان متوقع أن يكونوا هم في الحكومة. فتراجعت شعبية الديمقراطيين الجدد، ولكن البيئة أو المجتمع كان جاهزا للتغيير، وكان الناخبون قد سئموا من ستيفن هاربر فيريدون التغيير، وبما أن ملكير تراجع فانتخبوا للخيار الآخر، انتخبوا الليبراليين. هذا الذي حصل. الذي يعاني منه الحزب الديمقراطي الجديد منذ تأسيسه حتى الآن هو أنه في الحزب الليبرالي كما نعرف أن الأحزاب الكندية هي تحالفات، وفي كل حزب من الأحزاب بما فيهم الديمقراطي الجديد وبما فيهم الليبرالي في أجنحة، جناح اليمين وجناح اليسار وجناح الوسط. في الحزب الليبرالي هون جناح اليسار في الحزب الليبرالي لا يختلف كثيرا عن الحزب الديمقراطي الجديد. ففي الحملة الانتخابية عام 2015 كلنا يذكر أن الحزب الديمقراطي الحزب الليبرالي قام بحملته الانتخابية على برنامج
بإمكانك أن تقول أنه نسخة عن أو على حتى إلى حد ما أكثر يسارية أو أكثر تقدمية من حزب الديمقراطي الجديد. وهذا الذي يحصل مع الديمقراطيين الجدد كثيرا، أن الحزب الليبرالي يأخذ شعاراتهم ويأخذ قسما كبيرا من برامجهم يسوقها لأنها تقدمية، ولكن عند التنفيذ لا ينفذها كاملة. لذلك كان البرودباند وغيره من الديمقراطيين الجدد كانوا دائما يقولون أن الليبراليين كانوا يخوضون معاركهم الانتخابية بشعارات الديمقراطيين الجدد ويحكمون ببرامج حزب المحافظين. إذن وكما تفضل الدكتور نور، كذلك قضية المال، بما أنهم هم حزب رقم 3 أو 4 في البرلمان، المرة الوحيدة التي كانوا المجموعة الثانية أيام بعد ما بين 2011 و2015 عندما جاك ليتن كان المعارضة الرسمية، وإما بشكل عام إما الثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة، وبالتالي الميزانية تكون أقل بكثير من ميزانية الأحزاب الكبرى. والأحزاب الكبرى هي، عندما نقول الأحزاب الكبرى نعني المحافظين والليبراليين، عندهم ميزانية أكبر لأن مجموعتهم في البرلمان أكبر، إذن يأتيهم دعم من الحكومة أكبر من الدولة أكثر، وإضافة لذلك أن الشركات الكبرى تشعر بالراحة كما أشار إلى هذا الدكتور نور، أن الشركات الكبرى ترتاح أكثر للتعامل مع المحافظين أو الليبراليين، ترتاح أكثر من التعامل مع الديمقراطيين الجدد. طبعا هنالك حدود للدعم المالي من قبل الشركات، أصلا الشركات لا يحق لها أن تتبرع للأحزاب، تبرع للأحزاب هو فقط للأفراد، ولكن بشكل عام الأغنياء الذين عندهم الأموال يتبرعوا بشكل عام، يتبرعون أكثر إذا كانوا يميلون إلى اليسار يتبرعون للليبراليين، وإذا كانوا يميلون إلى اليمين يتبرعون للحزب المحافظين، وبالتالي هذا ما يترك حزب الديمقراطيين الجدد على قارعة الطريق. لذلك الحزب الديمقراطيين الجدد يجب أن يأتي ببرامج فعلا فيها تكون خلاقة وتكون خارجة عن المعتاد، ليستطيع فعلا أن يخرج من هذه الركود، إذا استطعنا أن نقول ركود في العملية السياسية الكندية. ولاحظنا على مدى التاريخ دائما عندما تقوى أسهم الحزب المحافظين، الذي يخسر هو الديمقراطيين الجدد وليس الليبراليين. لماذا؟ لأن الناس عندما ترتفع أسهم حزب المحافظين، كثيرون بما فيهم القاعدة الشعبية التي هي محسوبة على الديمقراطيين الجدد، خوفا من وصول المحافظين ينتخبوا الليبراليين، يقولون أخف الضررين، كما نقول عندنا بالعربية ألف زياد ولا يزيد. هذا الذي يحصل عندما ترتفع أسهم المحافظين، يستفيد الليبراليون ويخسر الديمقراطيين الجدد. طيب لو سمحت لي دكتور نور، احنا عبر مسيرة الحزب الديمقراطي، كيف كانت علاقة الحزب الديمقراطي بالعرب، وكيف كان تفاعل العرب مع الحزب الديمقراطي خلال هذه الحقبة التاريخية؟ هل كان يسعى لكسب ود العرب، وهل كانوا العرب يقابلونه بالمثل؟ بحكي عن المجتمع العربي في كندا، أم أن المجتمع العربي في كندا سياسيا مفتت، ليس له ما يجمعه، وبالتالي لا يمكن أن يكون يعني مرجحا لأي كفة، وبالتالي حزب الديمقراطيين لم يكن له هذه الاعتبارات والعلاقات المتفاعلة مع العرب؟ سؤال مهم جدا. الجالية العربية هي جالية كبيرة في كندا، ولكنها جالية ناشئة. لا يمكننا أن نقول أننا أصبحنا مخضرمين في السياسة الكندية، أو إذا لم نكن مخضرمين ناضجين بما فيها الكفاية. نحن بحاجة إلى الكثير من النضوج حتى نؤثر في السياسة الكندية، وهذا شيء ليس بعيب، إنما علينا أن نقوم به. وما نفعله الآن نحن في هذه الحلقات
من تثقيف وتوعية، ونقوم بعدة أشياء، والكثير من أبناء الجالية العربية يقومون بهذا الدور للرفع من شأن هذه الجالية التي تستحق أن يكون لها مكان تحت الشمس. نحن كجالية عربية في كندا كان لنا علاقات قوية وتاريخية مع الحزب الديمقراطي الجديد. سابقاً كون الحزب الليبرالي الذي حكم في الستينات والسبعينات بقيادة بيير إليوت ترودو، والتي كانت سياساته يسارية وقريبة إلى الحزب الديمقراطي الجديد، وكانت تدعم المهاجرين، وكانت مواقفه من القضايا العربية أفضل بكثير من مواقف قيادات أخرى في كندا، كان الكثير من أبناء الجالية العربية ينتمون إلى الحزب الليبرالي ويدعمون الحزب الليبرالي. وعندما ربح الحزب المحافظين في الثمانينات بقيادة برايان ماروني، لم يكن حزبا متطرفا، لكنه كان حزبا محافظا تقدميا، progressive conservative، وعلى هذا الأساس لم تكن مواقفه سلبية، وأبناء الجالية العربية كانوا على علاقات مميزة حتى مع برايان ماروني عندما كان في رئاسة الوزراء، ومن ثم خلفه جون كريتيان لمدة 10 سنوات، وفي هذه 10 سنوات جون كريتيان كان له مواقف مميزة، مثلا في التصويت في الأمم المتحدة لصالح قضية فلسطين هنالك 16 صوت دوري، كان جون كريتيان يصوت 14 منها مع فلسطين لمدة 10 سنوات. في بالنسبة لحرب العراق كان جون كريتيان من أكثر الرؤساء الدوليين الذين وقفوا ضد جورج دبليو بوش بالنسبة لحرب العراق. هذه المواقف جعلت الكثير من أبناء الجالية العربية يكونون أكثر ميلاً إلى الحزب الليبرالي، بما فيهم شخصي أنا، ولا حتى لا أتكلم عن أي أحد. لكن الحزب بدأ يتغير مع بول مارتان، عندما ذهب بول مارتان استلم الحكم في العام 2003 وبدأ بالذهاب إلى اليمين المتطرف. فهو في أول حكومة لبول مارتان كان لديه 8 وزراء صهاينة، وبدأت مواقفهم تتغير مباشرة في التصويت في الأمم المتحدة. بدأنا نرى أصوات له داعمة للحرب في أفغانستان، في مواقفه على المسائل الدولية في الأمور الدولية. ذهب بالحزب الليبرالي إلى اليمين، سطع نجم جاك كليتون في ذلك الوقت. جاك كليتون كان له علاقات قوية مع أبناء الجالية العربية، وكان سباقا لأن يلتقي مع أبناء الجالية العربية في عدة مجالات. أنا التقيت جاك كليتون في بيت الدكتور فريد عياد مثلا، الذي كان رئيسا للاتحاد العربي الكندي، أعطانا هاتفه المباشر وقال في أي شيء يخص بالشرق الأوسط سأكلمكم وسأكون معكم حتى نعرف أي موقف سنتخذ. التقيت فيه مثلا مع الجمعيات العربية والإسلامية في بيت الدكتور قيس غانم في أوتاوا. كانت مواقفه مميزة، وكان يسعى دائما لأن يلتقي مع أبناء الجالية العربية. كان لنا لقاء مع 10 نواب من الحزب الديمقراطي الجديد قبل الانتخابات في العام 2019 في البرلمان لأبناء الجالية العربية ولقيادات الجالية العربية في البرلمان. كانت مواقفهم جد مميزة وقريبة من أبناء الجالية العربية. لم يكن أبناء الجالية العربية يحابون هذا التقدم من الحزب الديمقراطي الجديد. أريد أن أذكر أن السباق على زعامة الحزب الديمقراطي الجديد في العام 2003 الذي فاز فيها جاك كليتون، كان هنالك 5 مرشحين، ال5 مرشحين كان في برامجهم مواد متقدمة عن القضية الفلسطينية وكانوا يتكلمون بها في المناظرات. هذا قل ما نجده في أي حزب من الأحزاب الكندية
في مناظرات داخل الحزب وفي مناظرات العامة. كنا قد رأينا حتى في الانتخابات الأخيرة أن جرميت سينغ كان له مواقف متقدمة، نيكي أشتون وتشارلي أنغوس كان لهم مواقف متقدمة. في العام 2011 في الاتحاد العربي الكندي كنا قد دعمنا براين توب، وهو كان زعيم وكان رئيس الحزب الديمقراطي الجديد ويترشح لزعامة الحزب الديمقراطي الجديد ليخلف جاك ليتون. أنا لم أكن على معرفة شخصية ببراين توب، لكن الذي جعلنا ندعمه في إعلان ترشحه للانتخابات قال على الحزب الديمقراطي الجديد في الحكومة أن يعلن الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة وليس كدولة observer state أو كما هي الحال في الأمم المتحدة. زعيم اسمح لي دكتور نور. نعم أنا يعني حاب أسأل سؤال وإن كان مش حاب إن نطول فيه لأنه برأيي يحتاج حلقة كاملة عن الميول العربي السياسي. هل تجد إنه هذه المصطلحات اللي كانت زمان تستهوي العرب وربما تغريهم حتى يكونوا داعمين لحزب من الأحزاب، هل ما زالت تستهوي العرب؟ وحين يكون هناك موقف معين لحزب الديمقراطيين الجدد باتجاه القضايا العربية في بلاد العرب في الدول العربية من فلسطين إلى سوريا إلى العراق إلى هل تجد أنه ما زالت هذه العبارات وهذه الشعارات تستهوي القاعدة العربية في كندا؟ بالطبع، يعني نرى أن الكثير من أبناء الجالية العربية الآن الذين يرفضون الديكتاتوريات في البلاد العربية أجمع دون استثناء اليوم ينادين بديكتاتوريات في كندا، يعني وتراها حتى في سبيل المزاح ترودوا أو نحرق البلد وما إلى ذلك. هذا من الجزء الثاني في ما نراه في كندا بالتحديد أن أبناء الجالية العربية يأتون بغالبيتهم من خلفيات عقائدية، فلان بعثي وفلان أخوان مسلمين وفلان قومي عربي وفلان ومن جميع، وهذه تجذرت بأفكارنا أن نحن ننتمي إلى حزب ونبقى في ذلك الحزب أبا عن جد وما إلى ذلك. في كندا بوب ري الذي تكلمنا عنه وكان هو زعيما كان في الحزب الديمقراطي الجديد وكان رئيس وزراء مقاطعة عن حزب الديمقراطي الجديد، كان قد انتقل إلى الحزب الليبرالي وترشح لزعامة الحزب الليبرالي وكان في بعض الأحيان زعيم الحزب الليبرالي لفترة قصيرة. سكوت برايسون كان قد ترشح لزعامة الحزب الديمقراطي زعامة الحزب المحافظين Progressive Conservatives ومن ثم انتقل إلى الحزب الليبرالي وأصبح وزيرا في الحزب الليبرالي. نرى هذا التنقل بين الأحزاب. توماس مولكير كان وزيرا للحزب الليبرالي في كيبيك وكان وزيرا للبيئة وعندما ترك الوزارة كان في مفاوضات مع الحزب اليميني حزب المحافظين ومع الحزب اليساري الحزب الديمقراطيين الجدد. يعني قالها لورانس كانون كان جاري وهو كان نائب رئيس وزراء أيام ستيفن هاربر وكان وزيرا سابقا في كيبك للحزب الليبرالي وهو الذي تكلم مع توماس مولكير لأن يسحب توماس مولكير إلى حزب المحافظين. وجاك ليتون كان قد تكلم ووعده أنه إذا فزت في هذا المقعد سأضعك نائبا لزعيم الحزب وهذا ما فعل في الأخير. علينا نحن أبناء الجالية العربية أن لا تكون لدينا خلفيات عقائدية في الأحزاب الكندية، هي ليست موجودة. علينا أن نصوت على برامج وأن نتطلع إلى وهو أن الحزب الليبرالي نفسه أيام ترودو الأب كان مختلفا كليا عن بول مارتان. بول مارتان أخذ الحزب إلى اليمين والحزب وزعيم الحزب قد يأخذ الحزب من اليسار إلى اليمين، وعلى أبناء الجالية العربية أن تتحرك في هذه الاتجاهات وأن يكون لنا دور
بناء على سياسات الأحزاب وموقف زعامات الأحزاب، وليس موقف مسبق أنا ليبرالي فقط أو أنا ديمقراطي فقط. yes. أستاذ حسن كان عندك تعليق، تفضل. التعليق يعني هو المسألة ليست فقط تاريخية، يعني حتى نرى بابري مثلا، تحدثنا عن بابري سابقا، بدأ حياته نائبا في البرلمان الفيدرالي عن الحزب الديمقراطي الجديد، ومن ثم أصبح رئيس زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو، ورئيس وزراء لأونتاريو عن الحزب الديمقراطي الجديد، ومن ثم أصبح نائبا فيدراليا ووزيرا وزعيما للحزب الليبرالي الكندي، والآن هو ممثل كندا في الأمم المتحدة. إذن الأشخاص حتى الزعماء الذين نصفق لهم كعرب هم أنفسهم يتغيرون من حزب إلى آخر، لا أقول أنهم يتغيرون صباح مساء، ولكن الناس تنظر إلى مصالحها، تنظر إلى الخلفيات الحزبية، لأن كما نعرف أن بعض أحيان الفارق ما بين نظرية حزب معين ونظرية حزب آخر غير ليست شاسعة جدا، يعني هنالك كما فيما مضى كانوا يتحدثون عن يسار الحزب المحافظين، التقدمين المحافظين كانوا يسمونهم ريد توريز، المحافظون الحمر، وإذا كنت تنظر إلى مواقف هؤلاء الريد توريز أو المحافظين الحمر تجد أنهم كانوا أكثر يسارية من كثير من النواب في الحزب الليبرالي نفسه، وكما نعرف كذلك من الحزب الديمقراطي الليبرالي كان هنالك أشخاص مواقفهم تقدمية أكثر من أشخاص في الحزب الديمقراطي الجديد، يعني هنالك تشابك ما بين الأيديولوجيات والمصالح، وعلينا كما تفضل الدكتور نور أن ننظر كمواطنين كنديين من أصل عربي، ننظر إلى برامج الأحزاب ومواقف الأشخاص ونختار. تفضلت أنت، السؤال الأساسي هو الجالية العربية، هل أن الشعارات التي كنا نسمعها أيام شبابنا هل لا يزال لها رونقها عند الجالية العربية؟ السؤال واضح، ولكن الجواب لن يكون واضحا بهذه السهولة. ليس هنالك جالية عربية، هنالك جاليات عربية، يعني كثيرون من الذين أتوا من بيئتنا العربية بإمكاني أن نجد عدة فئات، أو فئة من الناس الذين كانوا سئموا من العمل السياسي ويريدون أن يبتعدوا عن العمل السياسي وكأنه شر مطلق، هنالك أشخاص من الذين لا تزال عندهم جروح عميقة وآلام لا يريدون أن يكرروها هنا، وبالتالي يقولون كما نقول في لبنان امشي مع الحيط الحيط قول يا ربي وصل على البيت. هنالك من ينظر إلى مصلحته العائلية أو الشخصية، يعني مثلا أن نذكر أن المساعدات الحكومية للعائلات وللأطفال لعبت دورا كبيرا جدا في تصويت الكثير من العرب للحزب الليبرالي في هذه الدورة، لأنهم خافوا على خسارة هذا الشيك، ونحن لن نلومهم، يعني رب العائلة عنده مسؤولية تجاه أطفاله، يعني لن يأتي نور القادري ولا حسن غية ليضعوا الطعام على طاولة هذه العائلة المسكينة إذا خسرت المساعدة الحكومية، ولكن السؤال هل أنها كانت ستخسر هذه المساعدة الحكومية لو أن فاز حزب آخر بدل الحزب الليبرالي؟ هذا مسألة فيها نظر. كان هنالك مبالغة بالعواقب لعدم فوز الليبراليين أو لفوز المحافظين أو لفوز، كان هنالك التهويل، إضافة للفوارق الإقليمية، يعني مثلا قضية فلسطين قد تهم كثيرين منا، نحن المشارقة قد تهمنا أكثر بكثير من كثير من الإخوة الذين هم بعيدون جغرافيا عن فلسطين، لا أقول الكل، هنالك من المغاربة والجزائريين مثلا من هو متحمس لقضية فلسطين أكثر مني ومنك، ولكن عندما نتكلم بشكل عام عن الجالية ترى أن للجالية مآكل ومشارب وألوان تختلف من، لا أقول فقط من 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 منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى أو من بلد إلى بلد آخر، ولكن تختلف من شخص إلى شخص آخر. أنا أتوقع لذلك أستاذ حسن، أتوقع إنه هذه القضايا والمعايير، إنجاز التعبير، نعتبرها معايير ل اندفاع الجالية العربية باتجاهات معينة سياسية أو عدم اندفاعها مهمة جدا،
ولا نريد أن يعني نفقدها حقها أو نضيع حقها من النقاش العميق، لأنه زي ما حكينا واتفقنا لابد أن يكون هناك حلقة لمناقشة الجالية العربية وارتباطها بالعمل السياسي الكندي. هذه يعني أنا متفق تماما، وهذا هو دورنا في هذا البرنامج، هو دور التوعية والتثقيف. يعني أعطيك مثل بسيط، يعني لم تد في كثير من الناس يتصور أنهم إذا صوتوا سيرى في الملأ لمن صوت. أقول له يا أخي أنت عندما تكون داخل غرفة الاقتراع لن يعرف لمن صوت إلا أنت وربك، ما بالك من الآخرين. نحن نشجعك على الانتخاب، ومرتك يمكن مرته ما تعرف. أستاذ حسن، إحنا طالعين من أجواء النكتة بتحكي أنه لما راح صوت حكوله صوت برأيه، رجع مرة تانية مرته بتلومه ليش صوت بهذا الصوت، رجع يغيره حكوله إحنا غيرناه عنك بس مرة تانية لا تعيدها. راح أخبركم نكتة. هذا في أوتاوا سنتر كان أحد المرشحين في داخل الحزب ليكون المرشح العام في الانتخابات النيابية نومينيشن، فكان قد ترشح، وكان الكامبين مانجر تبعه إرني تانيس المحامي المعروف في لبنان. فإرني هو الذي روى لي هذه القصة. كان المرشح ذاته وزوجته والكامبين مانجر بتاعه أعضاء في الحزب، وهذا المرشح حصل على صوتين، فكان بدوامة كبيرة لا يعرف إنه مين اللي صوت ضده، زوجته أو الكامبين مانجر بتاعه. قضية أصلة الوعي عند الانتخابات، أنا تحدث أخبرني هذه القصة إيمانويل ديبورغ وهو أحد نائب ليبرالي هنا في منطقة بوراسا في موريال وهو من أصول الهيتية، أخبرني كيف أن الوعي الديمقراطي قليل في الجاليات، والجالية الهيتية ليست غريبة كثيرا عن الجاليات العربية، أن أحد الهيتيين أتى وأرقله وأنا صوت لك وأنا قال شكرا جزيلا، أنت لا تصدقني أنا عندي الدليل يا أخي والله صدقتك ما لك، قال له خذ أخرج ورقة التصويت من جيبي وأراه إياها، يعني كتب لمن يصوت وتركها بجيبي ليثبت لإيمانويل ديبورغ أنه صوت لا، قال يا مسكين كان يجب أن تضعها في الصندوق. طيب نور معنا بيحكي العرب كجالية تنظر لقائد الحزب أو لرئيس الحزب وليس للحزب بما فيه من أهداف ومصالح تتلقى بها مصالح الجالية. أعتقد يا نور، ما بعرف إذا كلا الزميلين إنه هذه مش نظرة العرب بس، هي نظرة كاملة للكل. خلينا لا نجمل، يعني أنا لا أحب يعني التعميم مضر في أي ناحية من نوع. نور، رئيس الحزب بشكل عام هو المفتاح في الانتخابات، خاصة لما تصير المناظرات. في السياسة ككل هنالك إحصاءات رسمية دولية. أنا كنت قد اشتغلت مع National Democratic Institute في واشنطن في عدة دول بيسموهم Emerging Democracies، وهذه موجودة في كل دول العالم. زعيم الحزب قد يأتي ب50% من أصوات الحزب، وسياسات الحزب قد تأتي ب20%، وأن أي مرشح في أي دائرة لا يحصل على أكثر من 7% كشخص، والعشرين إلى 23% الباقيات هي تكون للرايدنج أسوشيشن أو دائرة التمويل الحزبي في تلك الدائرة، الدعاية في تلك الدائرة، وجود المتطوعين الفولنتيرز، وهي قيرا. فهنالك صحيح أن زعيم الحزب قد يأتي بالكثير وسياسة الحزب. فمثلا هذا رأيناه في كيبك في انتخابات العام 2011. جاك ليتون قال لي شخصيا نحن نركز في كيبك على 9 دوائر لنحصل على أكبر عدد من هذه الدوائر، وهذا أسبوعين قبل الانتخابات. ذهب جاك ليتون على برنامج يحضره جميع الكيبكيين تول موندون بارل، كلام الناس، يحضره أكثر من 1.2 مليون كيبيكي، والمتكلم في ذلك أو الهوست في ذلك الحديث قال لهم سيلبون جاك، في كيبك
عندما تقول أن هذا الشخص جيد تقول هذا سيليبون جاك. فالجميع الكيبيكيين أخذوا هذا الحزب الديمقراطي الجديد فطن إلى هذه النقطة. وقبل أسبوعين بدأت في كل الدوائر نشر صور جديدة لزعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاك ليتون مع مرشح الحزب في تلك الدائرة. فاز الحزب ب 59 دائرة من أصل 75 من الدوائر في كيبيك، لأن الجميع صوت لجاك ليتون والحزب الديمقراطي الجديد. وهنالك الكثير من أربع طلاب جامعات فازوا بمقاعدهم. فازت أحد السيدات والتي تسكن في جاتينو في دائرة في شمال كيبيك لم تزورها ولم تعرفها، وكانت في زيارة حتى لم تكن هنا أيام الانتخابات. كانت في لاس فيغاس أيام الانتخابات. فالكثير من الناس في كل دول العالم ليس في كندا فحسب يعطون قيمة كبيرة لزعيم الحزب، فهو الذي يحدد الكثير من سياسات الحزب وقد يؤثر على 50% من الحضور. أنا بدأت تفضل سيد حسن. تعقيبا على هذا الكلام، يعني كما قال دكتور نور، جاك ليتون، وجود جاك ليتون من 2011، يعني الموجة البرتقالية كان جاك ليتون اليد الطولة فيها، كان هو له تأثير كبير. وكان تأثير لذلك عندما طبعا المقابلة كلام الناس اللي تحدث عنها النور كان لها تأثير، ولكن الذي أثر أكثر أن الناس لم تكن قد نسيت بعد فضائح التي كان مع الحزب الليبرالي فيما مضى، لم يكونوا مستعدين للانتخاب للديمقراطيين من جديد، الليبراليين من جديد. والحزب المحافظين ليس له جذور قوية في كيبيك، والبلوك كيبيكوا الذي هو حزب استقلالي وقد خفت ضوء أو بريق الاستقلاليين في كيبيك. لذلك الناس، يعني كل هذه العوامل عملت على إنجاح الديمقراطيين الجدد في 2011. في الانتخابات الماضية وخاصة عند الجالية العربية بشكل عام والجاليات الأخرى، شخصية جيستين تريدو ووسامة جيستين تريدو أثرت كثيرا جدا في الحصول على أصوات الليبراليين. بينما الديمقراطيين الجدد بقدر ما أنهم أظهروا صورة جاك ليتون بعام 2011، أخفوا صورة جاك ميتسينغ في عام 2019، وخاصة في كيبيك، لأن كيبيك في هذه النزعة العلمانية والوطنية والقومية أن يروا صورة رجل من الأقليات وعلى رأسه عمامة قد تضر كثيرا في لصورة الحزب، فكان هنالك نوع من إخفاء صورة جاك ميتسينغ في الانتخابات الأخيرة. كلامكم صحيح أن شخصية الرئيس الزعيم لها دور كبير في الانتخابات، ولكن مهما كان كائنا ما كان الزعيم على الناخب، سواء كان عربيا أو غير عربي، على الناخب مسؤولية مراجعة البرامج وتقييم البرامج والتصويت بناء على ما يراه مناسبا. أما هذه بالدم بالروح نفديك يا زعيم، هذه يعني حتى في بلادنا انظر أين أوصلت بلادنا التي أتينا منها. لو كان الوضع جيدا في بلادنا لم يكن أي واحد منا الأربعة موجودين هنا في كندا. صحيح. يعني يجب أن نتعلم من تاريخنا. طيب، في سؤال مهم جدا، يعني إحنا ننظر إلى حزب ليس بالحزب الصغير، حزب أثبت وجوده سواء بالمقاطعات أو على المستوى الشعبي. كان هناك في تذبذب في عدد المقاعد في البرلمان، لكن حتى بالعدد الصغير كان له تأثير مهم في كثير من القرارات التي أثرت على حياتنا ككنديين. الآن في سؤال يقع في بالي، أين هو مستقبل هذا الحزب ونحن قاب قوسين أو أدنى من انتخابات فيدرالية سنة أو سنتين، الله أعلم، ربما أقل. فأين ترون هذا الحزب، وخاصة الآن هو انتخب في الفترة الأخيرة رئيس جديد جاك ميتسينغ الذي يعتبر قريبا من الشباب، ولكن أيضا هناك تحفظ من بعض الكنديين أن هذا الشخص ليس من ذوي البشرة البيضاء، وأصبح هناك جدال على الموضوع هذا. فهل تتوقع أن هناك قوة لهذا الحزب مستقبلا أو بالمستقبل القريب؟ هل ترون
عدد أكبر من التمثيل في البرلمان أو حتى الوصول إلى رئاسة الحكومة؟ برأيي المتواضع لم يحظى سيد جاجميت سينغ بتغطية موضوعية لا من الإعلام الكندي ولا من السياسيين الكنديين. هو عندما انتخب كزعيم للحزب الديمقراطي الجديد بدأ الكثير من الكنديين يشككون بفوزه بأحد مقاعد حتى بمقعده، وهو كان قد انتظر كثيرا حتى يترشح إلى الانتخابات، وكان يود أن يترشح في انتخابات العام 2019، لكن كان هنالك ضغط عليه من الإعلام ومن الكثير أن يترشح قبل ذلك. توماس مولكير الذي كان زعيما قبل جاجميت سينغ وأصبح فيما بعد أحد المناظرين على شاشة سي تي في الكندية كان دائما يهاجم جاجميت سينغ، والكثير من النقاد حتى انتقد السيد توماس مولكير أنه لا يليق به كزعيم سابق للحزب الديمقراطي الجديد أن يتكلم عن جاجميت سينغ كزعيم عن خلفه. وعندما فاز جاجميت سينغ في بمقعده في الانتخابات الفرعية الكثير من النقاد قالوا أنه فاز في هذا المقعد لأن الحزب الخضر لم يرشح أحدا ضده، فالانتخابات العامة ستكون الفيصل وهو قد يخسر ذلك المقعد، وفي الانتخابات العامة قد ربح مقعده بفارق أكبر، وهي لم تكن الدائرة التي كان يعيش فيها أو التي مثلها في برلمان أونتاريو، فهو ذهب من برامتون إيست إلى بريتش كولومبيا برنابي ساوث، دائرة برنابي ساوث. أضف إلى ذلك أنه عندما رشح على الانتخابات الكثير من الإعلاميين أصبحوا يتكلمون أن كندا هي ليست حاضرة إلى أن يكون لديها قائد من ذوي البشرة الغير بيضاء، وأضف إلى ذلك أنه شخص متدين من السيخ ولا ويلبس العمامة. كل هذه الأمور حدث حتى ببعض المحللين اللي يقولوا أن الحزب الديمقراطي الجديد سيخسر موقعه كحزب في البرلمان، أي أنه سيحصل على أقل من 12 نائبا في العام 2019. كل هذه الضليل كان قد حظها وجود جاجميت سينغ وأدائه في المناظرات، و فاز في 24 مقعد. وجوده ب 24 مقعد في حكومة أقلية تحمل أو ما يسمى ببيضة القبان أو البالانس أوف باور كان قد جعله أقوى من توماس مولكير في المعارضة مع 100 ونائبين، وهو اليوم يفرض أداء جيد. سيد جاجميت سينغ أيضا في اليوم في موضوع ما فيروس الكورونا كان قد أدى أداء ممتازا، فمعظم البرامج الحكومية التي أتت من السيد جوستان ترودو كان قد طالب بها الديمقراطيين الجدد وفرضوها فرضا على الحزب الليبرالي، وفيما لو جاءت الانتخابات سيتكلمون عنها وستتبين في لوائح الحزب الديمقراطي الجديد، وسيكون الديمقراطيين الجدد في المناظرات في الدوائر يتكلمون عنها، وستكون في جزء من برنامجهم الانتخاباتي الانتخابي. السيد جاجميت سينغ أيضا اليوم هو رأس الحربة في مواجهة كل الأمور التي تدعي العنصرية. رأينا تصرفه في البرلمان ولم يتراجع قيد أنملة عن مواقفه، فهو مجابه قوي كمحامي وكقائد لحزب الديمقراطي الجديد. لن تكون كل هذه الأمور التي لعبت ضده موجودة في الانتخابات المقبلة. لن يتكلموا عن أنه سيخسر شعبية أو مقاعد، لن يتكلموا عن أنه سيخسر مقعده، وسيكون هنالك دعم الكثير
من الجاليات الإثنية التي رأت به معبرا قويا عن ما يؤثر عليها، بالأخص الأمور التي تعنى بالعنصرية. كل المهاجرين وأصحاب البشرة ليست بيضاء من السود والأبوريجينالز والقادمين الجدد كانوا قد تعرضوا لبعض الشيء من العنصرية إن في عملهم أو في أي شيء. هذه الأمور ستكون إلى جانب الحزب الديمقراطي الجديد في الانتخابات المقبلة، وبرأيي المتواضع لن يكون هنالك أمام الحزب الديمقراطي الجديد إلا الصعود من حيث الدعم العام ومن حيث أعضاء البرلمان. أستاذ حسن كان عندك تعليق. طيب، أولا جاك ميتسينغ حسب ما لاحظنا هو رجل مفاجآت، يعني فاجأ المحللين في كثير من النواحي عندما ترشح لزعامة الحزب، وعندما فاز بمقعده في بريتش كولومبيا، وعندما فاز أو على الأقل عندما وقف نجح في عدم محو الحزب من الخريطة السياسية الكندية، لأن كثيرا من المحللين كانوا يتوقعون أن يتلاشى الحزب الديمقراطي الجديد في من الساحة الكندية في الانتخابات 2019. ولكن الذي هنالك عوامل، أما أن يصل إلى رئاسة الحكومة أستبعد هذا، ولكن كما يقولون كذب المناجمون ولو صدقوا، قد أفاجأ وقد يفاجأ الجميع بوصوله إلى السلطة، ولكن أنا أستبعد هذا. هنالك أمران قد يشكلان خطرا على الديمقراطيين الجدد وعلى جاك ميتسينغ في الانتخابات القادمة، هي صعود الخضر وصعود المحافظين. يعني هو كما قلنا في كل مرة تصعد فيها حظوظ المحافظين للوصول إلى السلطة، يخسر الديمقراطيين الجدد كثيرا من الأشخاص حتى المحسوبين عليهم. كما طبعا نحن سنخصص حلقة عن التصويت الاستراتيجي، ولكن كلما تحدثنا عن موضوع نجد أن التصويت الاستراتيجي أمامنا. فإذا عندما إذا صعدت فرص الحزب المحافظين، لأنهم سيختارون زعيما جديدا، لا ندري من سيكون، إذا اختاروا زعيما واستطاع هذا الزعيم خلال شهر العسل القادم، وإن كان زعيما شعبيا أو عرف كيف يستغل الأمور، ولاح على الأفق إمكانية وصول حكومة محافظين إلى السلطة، فكثير من الناس حتى الذين يصوتون للحزب الديمقراطي الجديد قد تراودهم أنفسهم للتصويت للليبراليين، كما قلنا دائما ألف زياد ولا يزيد لخاف الضررين. هذا من ناحية الخسارة عن يمين الحزب. عن يسار الحزب هناك انتخابات لزعامة جديدة في حزب الخضر، كذلك لا نعرف من سيصل إلى زعامة حزب الخضر وكم سيستفيد من شهر العسل الجديد الذي سينتج عن اختيار زعيم جديد. إذا صعدت حظوظ حزب الخضر قد يخسر الديمقراطيين الجدد بعضا من جناحه اليساري. إذن هو مهدد من اليمين واليسار، من اليمين بسبب الليبراليين الذين سيستفيدون من فزاعة المحافظين، من استعمال الفزاعة أو تلويح بخطر وصول المحافظين، وعن اليسار قد يخسر إذا صعدت حظوظ الخضر. إذن في هذا الوقت أنا شخصياً لا أشعر أن بإمكاني أن أتنبأ بالمستقبل، ولا أتصور أن الكثيرين بإمكانهم أن يتنبأوا بالمستقبل. نعم، طبعاً إحنا في ختام اللقاء هذا العزيز والمشوق دائماً، مثل ما قال أستاذ حسن التنبؤات صعبة، ربما يكون هناك تكهنات ولا نقول تنبؤات، ربما يكون هناك على الخارطة بعض المعايير التي تعطي انطباع، ولكن أيضا هناك التنبؤ بالأمل، في قاعدة تقول أنه بعض الناس يتنبؤون بالأمل، يعني يتأملون فيتوقعون أن هذه تنبؤات. فخلونا نتوقف عند هذا الحد، الحزب الديمقراطيين الجدد
أخذ منا حلقتين وكان فيها معلومات غنية جدا. من أراد من الأصدقاء المتابعين أن يعود إلى المعلومات من بدايتها ممكن يعود إلى الحلقة الأولى ويتبعها بالحلقة الثانية هذه. وطبعا من كان عنده استفسارات وأسئلة أخرى لم نطرقها في هذه الحلقات يمكن أن يسألها في التعليقات، ويمكن أن نجمع أسئلة يعني متنوعة ومتعددة نخصص حلقة كاملة عن جميع الأحزاب، نجمع فيها كل الأحزاب معا في أسئلة متناثرة لا تخص حزب واحد، ربما تكون متنوعة لجميع الأحزاب في نهاية الحديث عن الأحزاب. أنا بدي بس أسأل دكتور نور، علشان إحنا كنا حاكين من فترة حنحتاج أنه نذكر ونشير إلى مراجع الأصدقاء اللي يريدوا أن يتثقفوا أكثر عن الحزب، فياريت دكتور نور تسعفنا ببعض المراجع والكتب اللي ممكن يرجع لها الأصدقاء إذا أرادوا أن يتثقفوا أكثر عن الحزب. في أحد الكتب الذي قرأت اسمه تومي دوغلاس Building the New Society، أرجع الكاميرا بس ممكن شوية. وهذا يعني تومي دوغلاس he's voted the greatest Canadian، وهو مثل ما أشرنا أنه تومي دوغلاس هو أحد عربي الهيلث كير في كندا. أولا كتاب مهم جدا لجاك ليتون الأسطورة اسمه Speaking Out Louder Ideas That Work for Canadians. جاك ليتون هو الأسطورة في الحزب الديمقراطي الجديد وأحد أهم الكتب النيرة الذي فيه برنامج كامل لكيف سيحكم الديمقراطيين الجدد. هذا حبيب دكتور جمال طبعا. وهنالك كتاب جيد كتبه أحد المنظرين في الحزب، كان البرنسيبل سكرتاري أيام جاك ليتون، اسمه Building the Orange Wave، كيف ربح ليبرال لافين وهو كيف ربح الديمقراطيين الجدد الانتخابات في كيبيك في العام 2011، وهو أحد أهم المراجع الذي قرأته. فيه استراتيجية وتكتيك عن عمل الحزب بشكل عام. طبعا هنالك الكثير من الكتب، انتقيت هؤلاء الكتب للأسباب الواضحة. تومي دوغلاس هو أهم رجالات ومؤسس الحزب الديمقراطي الجديد. جاك ليتون هو الذي صعد بالحزب إلى القمة في العام 2011، براد لافين كان أحد العربين الذين اشتغلوا فيما يسمى بالموجة البرتقالية الأورنج ويف في كيبيك. يعني احنا حلقة كانت أعتقد متميزة، ننهي اليوم حلقتنا ونشكر كلا الزميلين دكتور نور والأستاذ حسن على المعلومات القيمة اللي أعطونا إياها. أعتقد ما بعرف إذا في حدا عنده إشي نضيفه سريعا قبل ما ننهي، لكن أنا بحب كلمة بسيطة واللي أبناء الجالية العربية إنه علينا أن ننخرط في الأحزاب. دورنا دائما أن نذكر في أي حزب أردت أن تكون، في الحزب المحافظين أو الخضر، صوت في الانتخابات، انخرط في الأحزاب، أثر في انتخاب المرشح في الدائرة التي أنت فيها، لأنه الانخراط في الأحزاب وليس عقائديا ولا إيديولوجيا في كندا هو واجب أكثر من أي شيء. إذا أردت أن تكون صانع لمستقبل أولادك فعليك أن تشارك في الأحزاب الكندية، لأن السياسات في كل الأحزاب تصنع من داخل الحزب. علينا أن لا نأتي متأخرين، أن نكون من مثل ما قلنا بالأول من اللي بيحضر السوق بيبيع وبيشتري. علينا أن نكون حاضرين في تلك الأحزاب حتى نؤثر فيها. في الحزب الديمقراطي الجديد هو حزب الآن ليس في السلطة، لكن كما أشرت أنه ممكن أن يكون حزبا في الصعود. ولا في الأحزاب مثل
ستوك ماركت مثل بورصة الأسهم، عليك أن تستثمر فيها قبل صعودها. الحزب الديمقراطي الجديد هو أحد الأحزاب التي علينا أن نستثمر فيها كما حزب الخضر. وبالنسبة للحزب الديمقراطي الجديد كما قلنا، لا الكلام ليس لي، هو لأكثر المحللين موضوعية في كندا وكل المحللين، أن الحزب الديمقراطي الجديد هو ضمير البرلمان. فإذا أردت أن يصل ضمير للبرلمان، انخرط في هذا الحزب، أثر في هذا الحزب، صوت في هذا الحزب، لأن هنالك من قد يأخذ هذا الحزب إلى اليمين. هذا ما حصل مع توماس مولكير عندما جاء بهذا الحزب وأخذه إلى اليمين، وكان قد فقر موقعه كضمير للبرلمان بعض الشيء ليعود من جديد مع زعامة جاغميت سينغ. تمني ورجاء على أبناء الجالية العربية، شاركوا في الأحزاب، انخرطوا في الأحزاب. ليس دورنا أن نقول لكم في أي حزب، علينا أن نوضح لكم كل الأحزاب، والخيار سيكون لكم بكل ديمقراطية. أكيد أكيد. طبعا أنا أضيف صوتي لصوت الدكتور نور. انخرطوا في الأحزاب، ساهموا، الغائب دائما على خطأ. يعني عندما تذهب لتصوت حتى ولو ألقيت بورقة بيضاء في الصندوق، لا أحد يقرأ لمن صوت، ولكن ولكن الأحزاب، كل الأحزاب بعد الانتخابات تراجع اللوائح، من صوت ومن لم يصوت. عندما لا يجدون أي اسم سمير أو جمال أو أحمد أو إسماعيل، يعرفون أننا غائبون. ولكن عندما يجدون أسماء على لوائح الشطب أو لوائح الانتخابات، يعرفون أن هنالك عدد معين من العرب الذين يصوتون، فيكون من مصلحتهم أن يأخذوا مصالحنا بعين الاعتبار. أما لمن تصوت، هذا كل إنسان بإمكانه حسب ضميره وحسب ثقافته وحسب وضعه الاجتماعي، وبإمكانه أن يختار. بالنسبة لهذه الحلقات، كما قلنا وكررنا ولا نزال نكرر، الهدف منها ليس التسويق لحزب معين، وليس مديح زعيم معين أو هجاء زعيم معين آخر، وإنما هي نشر الثقافة والوعي والمعلومات. وكل إنسان بإمكانه من انطلاقا مما يسمع في هذه الحلقات، بإمكانه أن يذهب ويوسع معلوماته. يعني كل جواب نعطيه قد يولد 10 أسئلة. أنصح الجميع بمشاهدة جميع الحلقات، وخاصة الحلقة الأولى التي هي مدخل للسياسة الكندية أو مدخل للنظام الانتخابي في كندا، لأنها ستكون مفتاح معرفة كيف تسير الأمور في كندا. وإذا كان بالإمكان الاستماع لجميع الحلقات، خير وبركة. وشكرا جزيلا على استضافتكم لنا، شكرا دكتور جمال والأستاذ محمد ودكتور نور، وشكرا لجميع المستمعين والمشاهدين، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم. شكرا لكم طبعا جزيلا. أشكركم أيضا، وأشكر حضوركم المتميز دائما، وأشكر جميع الأصدقاء اللي بيتابعونا، وأتمنى عموم الفائدة للجميع. وأنا بدي أقول إنه لسه إحنا ما حميناش، لسه الموضوع في بدايته، التحمية لقدام شوي جاي، للأمام للأمام. ما هو الليبراليين اللون الأحمر، يعني الحماية بدأ لون أحمر. صحيح. بلشنا بالأخضر، بعدين البرتقالي، حنوصل للأحمر الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله إحنا حنكمل مع الأحزاب السياسية أكيد. سنقوم ب يعني احنا بدأنا بالزرق زي ما حكيته، برتقالي، بالخضر برتقالي، وان شاء الله قادمين على الاحزاب الباقيه الموجوده في البرلمان، وان شاء الله اكيد راح نعطي كل ذي حق حقه وكل حزب حقه. باسم كنار تي في، انا حابب اشكر كل من شاهد هذه الحلقات. زي ما حكى الاستاذ حسن، كل الحلقات موجوده على كنار تي في لايف يوتيوب، بتقدروا تدخلوا عليها. قضايا كندية كلها موجودة بالترتيب من الألف إلى الياء. حاب أذكركم بحلقات يوم غدا إن شاء الله، الساعة 7 حتكون معنا حلقة عن جمال التطوع مع إكرام، والساعة 9 حيكون عندنا جمال التراث والثقافة التونسية. فكونوا معنا في حلقتين متميزتين غدا. نقول لكم الآن تصبحون على خير، ريحناكم منا شوية، بس الأسبوع الجاي راجعين. تصبحوا على خير.